عيدكم مبارك، الله يدوب الصحة والهنا، اللهم اغفر لنا ولكم. نتكلموا على قطاع التاكسي، راه عندنا بزاف الدراري مضرورة مع قطاع التاكسي. راه ملي جات هاد كورونا شحال من واحد جلس شهر وشهر ونص وما استفاد والو، وكما كتعرفوا التاكسي ما عنده لا تغطية صحية لا حتى واحد كيدعمنا، ما كاين والو، والاغلبيه هنا ما استافدوش من التضامن، وكلشي كيعاني وتا واحد ما كيشوف معانا. حنا كنطلبوا من السلطات انها تقوم بالواجب ديالنا وتسوي لنا الوضعيه من ناحيه التغطيه الصحيه ومن ناحيه الحقوق ديالنا. راه حنا الحقوق ديالنا حتى واحد ما كيشوفها، وهادشي اللي كاين، والله يسهل الامور علينا وعلى جميع التاكسيات. وكما كنشوفوا البارح كان العيد وكان حضر التجوال، راه حتى واحد فينا ما خدم. اليوم النهار الثاني وانت ما كتشوف معنا، راه بزاف الاخوان في التاكسي راهما بيدهم جالسين واقفين ما كاين والو. نطلبوا الله تحسن الامور ويشوفوا مع المعاناه اللي كنعانيو حنايا، والله غالب على امره. هادشي اللي كاين. السلام عليكم. عواش مبروك اسيدي عيد بالصحه والهنا، اللهم اغفر لنا ولكم. العمر راكم كتشوفوها، الحاله نهار العيد ما خدمنا والو، واليوم الحاله كتشوف الحاله ما تقول. وهاد الايام كورونا كامله جوزناها كدعاني، زعما ما كاين ما يندر فيها، غير بنادم كيدور كيجوز الوقت وصافي، ما كاين حتى شي حاجه. ايوا اللي عطى الله هو هذا، وبنادم مع الظروف والعيال والكرا والما والضو، الله يحسن العون، والكرا الكريمه والكرا هذه، وبنادم الظروف هي هذه، ما عندك ما تعمل. واللي عطى الله هو هذا، وبنادم هو ماشي كيسلك الامور ديالو، تيبدل الله شي ساعه. نطلب الله ليكون شي تحسينات وشي حاجه ان شاء الله يا ربي. مبروك العيد سعيد، مبروك للجميع، وكنطلبوا الله يترفع علينا هذا الوباء ونخرجوا ونرجع المياه الى مجراها، وبنادم يصبر، لان دابا حنا انت كتعرف الخدمه ديال سائق التاكسي راه خصو الصبر بزاف. كنعانيو من واحد الظروف كبيره، لان الا ما خدمتيش ما كاين والو، ما عندنا لا تغطيه صحيه لا حتى شي حاجه. وكنطلبوا الله يتساوى هاد الوضعيه ديال التاكسي بصفه عامه، والحمد لله يعني الخير موجود في المغرب، وحنا صابرين. حنا كما كيقول الانسان، الصبر هو مفتاح الفرج، وهادشي اللي كاين. والحمد لله الامور يمشى وحنا صابرين، هادشي اللي نقدر نقول. البارح بالنسبه للعيد بقينا في الديور ديالنا احتراما للحجر الصحي، ما خرجناش نخدموا، واليوم خرجنا نخدموا باش نسهلوا على المواطنين، ولكن للاسف الشديد ما كايناش الحركه مفقوده، هذا سبب. والسبب الثاني ما كيتقدم لينا حتى شي شكر، لا من طرف السلطات ولا من طرف المواطنين. حنا بالنسبه لي لهم بحال اللي زايدين ناقصين، مع العلم كنادي واحد الدور في صالح المواطنين. وشكرا.